يعد جسر الملك فهد الشريان الرئيسي الذي يربط المملكة العربية السعودية الشقيقة بمملكة البحرين، وقد لعب دورا كبيرا منذ إنشائه وحتى اللحظة في تنشيط حركة التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، فضلا عن تعزيز الروابط الاجتماعية بين مواطني المملكتين. جسر الملك فهد حلم سعودي بحريني لامس أرض الواقع في نوفمبر من العام 1986، ليصبح بذلك الشريان الرئيسي الذي يربط المملكة العربية السعودية بالبحرين. فتأثيراته الإيجابية طالت مختلف القطاعات، خصوصا القطاع السياحي، حيث ارتفع عدد القادمين إلى البحرين برا منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، ما ساهم في إنعاش القطاع السياحي بشكل لافت. من الافتتاح جسر ملك فهد في نوفمبر 1986، التأثيرات والانعكاسات كانت كبيرة على التنمية الاقتصادية بين المملكتين وعلى كثير من القطاعات، القطاع الاجتماعي، القطاع العقاري، القطاع التجاري، القطاع الصناعي وإلى آخره، ومن ضمنه القطاع السياحي. فطبعا زادت الأعداد بشكل يعني لا يصدق. قبل الافتتاح كانت الأعداد أعداد الزوار للبحرين في حدود 100,000 وشيء، بعد الافتتاح هذه وصل إلى 2019 قبل جائحة كورونا، وصل إلى 12.5 مليون زائر للبحرين. على جسر ملك فهد حوالي 78% من هذا الرقم، اللي هو حوالي 9.7 مليون سائح أو عابر. فبالتالي وهذه طبعا هذا الرقم عكس نفسه على الإيرادات، على القطاع السياحي. حركة التبادل التجاري لم تتوقف يومين، والأرقام تشهد على ذلك، خصوصا وإن القطاع الاقتصادي انتعش وبشكل كبير، حيث انعكس ذلك على زيادة الصادرات والواردات التي لعبت دورا بارزا في توسع السوق الخليجي أمام المنتج البحريني. جسر الملك فهد له أهمية كبيرة لمملكة البحرين، حيث هو يعطي مدخل إلى أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ودولة من دول العشرين الكبرى. فاقتصاد المملكة العربية السعودية اللي حجمه يفوق 700 مليار دولار من ناحية الناتج المحلي السنوي، يعطي الاقتصاد البحريني يعني مدخل إلى هذا السوق من ناحية الطلب اللي موجود. ففي المملكة العربية السعودية عندنا أكثر من 34 مليون نسمة، وهذه طبعا يكون عندهم طلب كبير على المنتجات والخدمات. فمع البيئة يعني بيئة الأعمال اللي موجودة في البحرين اللي تحفز الاستثمار، وجود الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية على بعد 45 دقيقة من البحرين، يعطينا يعني مدخل لهذا السوق. ولا يمكننا أن نغفل عن الجانب الاجتماعي للجسر، لأنه أصبح حلقة الوصل بين الأسر في بلدان الخليج العربي. والمتتبع لنشاط الجسر يجد بأن فوائده الفعلية التي حققها قد فاقت تكلفة إنجازه بشكل لافت. فجسر المحبة هو بصمة سعودية بحرينية أكدت على عمق التواصل الاستراتيجي في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين. يكتسب جسر الملك فهد أهمية خاصة، خصوصا وإنه لعب دورا كبيرا في تنمية العلاقة الإنسانية بين البلدين، بالإضافة إلى أحداث نقلة نوعية في المجالين الاقتصادي والسياحي، خصوصا وإنه نقطة العبور البرية الرئيسية من البحرين إلى مختلف الدول. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.